السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا أيضا المفردة الجديدة ضمن الكلايمت تشينج أو ضمن البلاي ليست الخاص بالاناليسيس أوف كلايمت تشينج. احنا ضروري قبل ما نبلش سبق ونوهنا بالبرامج والأمور الخاصة بالداون سكيلينج وغيرها، لازم نشرح اكو بعض المفردات المهمة حتى نعرف ماهيتها وبالتالي نقدر نتعمق بالكلايمت تشينج. هواي نسمع مصطلح الاي بي سي سي، شنو معناه؟ او تلقاه دائما اي بي سي سي مثلا 6 اسسمنت ريبورت، اي بي سي سي كذا، شنو يقصد بها؟ يقصد بها المختصر اسمه الانتر، هي اصلها الانترناشونال الانتر جوفرمنت، يعني بنل الهيئه الحكوميه الدوليه اوف كلايمت تشينج، الخاصه بالتغير المناخي او المعنيه بتغيير المناخ. هو هذا معناه الاختصار مالتها، الانتر جوفرمنت بانل اند كلايمت تشينج، معناها الهيئه الدوليه الحكوميه المعنيه او الخاصه بتغيير المناخ. شنو هاي الهيئه؟ هاي الهيئه تاسست بالعام 1988 من قبل اليونايتد نيشن انفيرومنتال بروجرام اللي هو برنامج الامم المتحده البيئي، وكذلك بمساعده الورلد ميتورولوجيكال اورجانيزيشن، المنظمه العالميه للارصاد الجويه اللي الرمز مالتها WMO. هاي شنو الغرض من عندها؟ الغرض من عندها انه انا حاطه انتر تقييم كامل ساينتفك تكنيكال اند سايكو، او يسمونه يعني شلون سوشيال ايكونوميك انفورميشن. ايش يتضمن هذا البانل؟ يتضمن ثلاث محاور. هذا الاي بي سي سي اللي هي الهيئه الدوليه المعنيه ما خاصه ببلد واحد، وانما متوزعه حول كل دول العالم عن طريق البحوث اللي تنشر وغيرها، والخبراء يقدرون يستنتجون او يضعون تقرير خاص بالتغير المناخي الخاص بسيستم الارض مثلا ل 40 سنه متقدمه او ل 30 سنه متقدمه، ويكون هذا التقرير مو ثابت يتجدد كل فتره. هسه راح نجي وننوه عليه. هاي المنظمه الدوليه المعنيه بتغير المناخ تتقسم ثلاث جروبات. الجروب الاول شو يسوون؟ وركينج جروب 1. والجروب الثاني شنو شغلهم؟ الجروب الثالث. الجروب الاول يتضمن انه يركز بدراسته على جميع العمليات الفيزيائيه الفيزيكال اند كيميكال بروسيس، الغرض من اللي يتاثر على نظام الارض. يعني انا مثلا شنو اللي ياثر على نظام الارض؟ السي ليفل، مستوى سطح البحر، او الاوشن سيركيليشن او دوران المحيطات، او الاتموسفير كومبوزيشن، تكوينات او مكونات الغلاف الجوي، السيناريو الخاص بالانبعاث، الجلوبال ويرمنج الاحتباس الحراري، الاميشن سيناريو او الاميشن غاز، تركيز او انبعاث الغازات الدفينه مثل ثنائي اكسيد الكربون او غيرها. يعني يختص بهذه الامور ويشوف تاثيرها على قيم او بيانات المناخ. الجروب الثاني شنو يشتغل؟ راح ياخذ تاثيرها، راح يدرس الامباكت التأثيرات والفيرنابولتي الضعف والأدبشن التكيف. يعني أنا اليوم على هيومن سيستم، على النظام البشري، يعني شقد مثلا هاي الإمباكت، هاي التغييرات اللي أخذناها اللي درسها الجروب الأول، شقد راح تأثر أو تسبب ضعف، أو ممكن الشخص أو ممكن السيستم يتكيف وياها، اللي هي وين؟ بالهيومن سيستم. أي كان بالهيومن الريفر ريجيم، هايدرو باور جينيريشن، لاند كفر، لاند يوز، غيرها، anything. تمام عيني؟ هذني يتضمن. الجروب الثالث شنو يتضمن؟ ميجيتيشن، تخفيف من آثار تغير المناخ. يعني شلون أنا الأوبشنات اللي ممكن أستغلها حتى أقلل reducing the greenhouse emission، حتى أقلل انبعاث الغازات الدفينة، أو أزيل الكربون من الغلاف الجوي. يعني شنو الأمور اللي تساعدني بإزالة الكربون؟ لأن هاي الأمرين أكثر أمرين راح يسبب لي تغيير مناخي. تغيير مناخي ممكن يؤدي إلى الجفاف وارتفاع بدرجات الحرارة، أو ممكن يؤدي إلى الفيضانات والفلاد يعني، أو ممكن درافت حسب منطقة الدراسة. لذلك هاي يعني الهيئة الدولية المعنية بتغيير المناخ راح تدعم لك، يعني تدعم أو تكون مفتوحة للكل. تقريبا كل شخص يقدر ينزل ريبورت مالتها، يعني مجرد ما تكتب على الجوجل اي بي سي سي تلقائيا راح تدخل على صفحتهم الرئيسيه، وتلقائيا راح تلقى الريبورت الخاص بكل لفتره معينه ينزلونه. هاي المنظمه الدوليه الخاصه بتغيير المناخ
تنزل لك ريبورت، تقرير شامل كامل عن مناخ الأرض. هذا التقرير كل 5 إلى 7 سنوات ينزلون تقرير، لحد الآن وصلوا إلى التقرير السادس. بس أنت مجرد ما تكتب مثلا الـ IPCC Assessment Report 6 تلقائيا راح يطلع لك، أو Assessment Report 5، Assessment Report 4، تمام؟ فكل 5 إلى 7 سنوات ينزلون تقرير جديد، تعرفون لأن التغييرات اللي تصير بالمناخ تغييرات مستمرة، فلذلك التقارير تنزل بشكل محدث وجدي بعد ما إنه يعني تتم الدراسات الخاصة بال3 جروبات اللي تناولناها مسبقا. which group راح تبين لك comprehensive أيضا مقارنة مع الحالات السابقة اللي أنت درستها. هذا الريبورت راح يكون موسع جدا ويستخدم من قبل صناع القرار. يعني شنو؟ أنا اليوم من أريد أشتغل على الموضوع المشروع المقارنة اللي هو الكابلت انتركومبارجن بروجكت CMIB، المفروض حتى أشتغل وأنا أسوي موديلات وأصنع موديلات، أنا عندي ريبورت خاص لهذه السنوات بالتغيرات المناخية، فأنا على هذا الأساس أقدر يعني هاي الريبورت اللي يصدر يفيد صناع القرار بتصنيع الموديلات اللي على أساسها أنت بعدين راح تنزل البيانات الخاصة بالجنرال سيركليشن موديل أو الجلوبال كلايمت موديل. فمن هذا الباب إذا أول شيء يفيد يعني بعمليات تصنيع القرار والساينتيفيك أند أذر ستيك أوردر تو إنفورم حتى يأخذون الديسيجن ميكينج يعني آت لوكال ناشونال ممكن أو ممكن ليفل جلوبال ليفل. يعني ممكن أنت يفيد صناع القرار باتخاذ القرارات سواء كانت على النطاق المحلي أو الانترناشونال نسميه الدولي أو كذلك الجلوبال أو المستوى العالمي. إن شاء الله تكون هذه المعلومات البسيطة تعلمك شنو هذه المفردة إذا مريت بها. إذن هي بصورة عامة الهيئة الخاصة أو المعنية بالتغيرات المناخية، وقلنا تشمل عدة دول تقريبا تشبه ويصدرون ريبورت. مجرد ما تروح على الجوجل بصورة عامة راح تكتب الـ IPCC Assessment Report كذا، راح تلقائيا راح تكتب هذه العبارة Intergovernment Panel on Climate Change of Climate Change IPCC، مثلا تكمل ويا هنا تكتب Assessment Report يعني تقييم التقرير ريبورت مثلا 6 او ريبورت حسب انت يعني باي وقت راح تشوف هذا الفيديو، تنزل الريبورت الخاص بك من عندهم وتلقائيا راح يفيدك حتى تشوف انت، ينطيك تفصيل عام ومفصل عن التغيرات المناخيه وانت بصوره عامه مجرد تعرف عليها، لان الموديلات اللي راح تصير من قبل حتى تنزل البيانات اللي راح تصير من قبل الكابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت حسب يا فيس هنا احكي على التقرير السادس، راح يسوي لك موديلات خاصه على اساس التقرير اللي يصدر من الهيئه الدوليه المعنيه بتغيير المناخ. اتمنى تكون محاضره هذا اليوم فادتكم ان شاء الله. انا الغرض الرئيسي اريدكم بالبدايه تفهمون الموضوع وبعض المفردات الخاصه به حتى ان شاء الله بالتدريج نغوص به تدريجيا وناخذ كل الموديلات والبرامج الخاصه به. اللي هنا اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلون القناه او تتركون لكم وان شاء الله نجاوبكم. نلتقي بكم بالفيديوهات القادمه باذن الله تعالى. دمتم بامان الله وحبه.